في يزيد ما كاين الرمله هنايا الرمله الرمله. اصدقائي شاطئ خليج طنجه اول مره كنشوفو يعني بهذا العدد، ما غادي نقولش عدد هائل، ما عدد لا باس به، يا المصطفين والشرقي الشرقي كتشوفوا الرمله كيفاش كيهزها، وخاصة ان الرملة رقيقة من نوع طيفان، يعني راه غير شوية ديال الريح كيهز الرملة، ما بالك الا شي واحد دايز وكيتمشى فيها كتعلى. الراية حمراء اليوم، دونك خاص الانسان اللي غيدخل يسبح يرد باله شوية. هنا كيبين رغم ان الريح كيبين التعطش ديال الناس والشوق ديالهم انهم يستافدوا قبل ما يبان عواد، ولا راكم كتعرفوا هنايا المساله ديال القرارات، راكم شفتوا بعض الاحيان كانت كتخرج في 12 ديال الليل. جيسبر ان الناس يردوا بالهم شويه وياخذوا الاحتياطات ديالهم، احنا على مقربه من الماء. دونك هنايا غادي نحبس التصوير لان مسألة فيها الخصوصيه. يلا تحياتي من الشيخ زامي هنا طنجه شاطئ خليج طنجه، تبرع مرحبا، الحق جيبوا الحبه قضيه راه مع الكونفينمون هذا الناس راه يلا الله.